مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي انطلاقاتنا مستمرة وشوطنا السادس في مجموع الأشواط، تمت انطلاقة عون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السادس والخاص بالقعدان. أيضا سن الحجايق من مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم بمدينة العين وضواحيها. نتابع هنا نجد عبد الله بن علي بن واس الكتبي من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، ياتي قناد على المركز الثاني، عمر بن خليفة بن سالم بن خليفة الكتبي من ياتينا على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث ياتينا برهان منصور بن سيف بن خلفان القويص السويدي، ومن الجانب الآخر هناك متهور محمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم متهور بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل، بينما المركز الخامس خامس المراكز ياتي مشاغب هنا أول متسلل الشامي خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم هذه اللحظات على المركز إذن الخامس. هذه هي النتيجة وأسامي خلف المراكز الخمسة الأولى، أسامي أيضا تتواجد خلف المراكز الخمسة الأولى، ولكن الصدارة هو المقدمة والمركز الأول. نجد المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، نجد عبد الله بن علي بن واس الكتبي من يقدم بالصدارة وبالمركز الأول، سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني نتأخر وناخذ المركز الثاني هنا، والقادم متهور لمحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من يقدمه على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ياتي برهان لمنصور بن سيف بن خلفان القويص السويدي، وعلى المركز الرابع ياتي قناد عمر بن خليفة بن سالم بن خليفة الكتبي من ياتينا على المركز الرابع، وخامسا السد أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الكتبي من يقدمه على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، خمسة شعارات وأسامي، وخلف الخمسة أيضا شعارات قادمة، ولكن هنا اثنين كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط. الصدارة والمقدمة لا زال نجد على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، النجد عبد الله بن علي بن واس الكتبي من يقدم على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني متهور من ياتينا على ثاني المراكز، محمد بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث من القادم على المركز الثالث في هذه اللحظات وثالث انطلاقاتنا وتحدياتنا. هنا ياتينا إذن السد على المركز الثالث، هنا أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة، وأرى هجام من هجم في هذه اللحظات، هجام إلى ثالث المراكز مع الشاعر علي بن يمعى بن سبت نامي السويدي من يقدم بهذه الانطلاقة. الوصول هنا أيضا بهذا الانطلاق مبحر لسالم بن بخيت والرشيد الكتبي من يقدم على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا بهذه الانطلاقة مع الكيلومتر الأخير ومتهور هنا أيضا من تسلل على الصدارة، متهور من تسلل على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. محمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي أن يتابع على الصدارة،
على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني السد أحمد بن سعيد بن حلوة، وأن يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث هجام، على المركز الثالث علي بن يمعى بن سبت النامي سويدي، ووصل أبو سحر مع مولع خليفة بن حميد بن خليفة أبو سحر الشامسي. من يقدم بهذا الانطلاق؟ ما يبنى الأطاري، أول ندى من الجانب الآخر، أيضا هناك القادم، هناك أريش بهذه اللحظات، أريش راشد بن علي بن عبيد بن رشيد القتبي، وهنا الواضح أحمد بن راهد بن سالم بن العيض بالقتبي أيضا القادم بهذه الانطلاقة. السلوم، التحديات الأخيرة، التحديات، ولكن مولع هو السد، وهناك يأتينا أريش بهذه اللحظات، أريش يتسلل، وهنا الواضح مع ابن الله بالعيض سلوم، ولكن هنا النقطة الثانية بشعار هنا أبو عبيد. هذه اللحظات علي بن عبيد بن رشيد، أريش وراشد بن علي بن عبيد بن رشيد، ويأتي الواضح مد بن راهد بن سالم بالعيض بالكتبي، ومولع خليفة بن حميد خليفة بن سعر الشامسي. والمركز الرابع، من وصل السد أحمد بن سعيد بن حلوة، من أتانا بهذه الانطلاقة، ومبحر سالم بن بخيت بن رشيد لقتبي. وست دقائق 14 ثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل أريش. تهانينا والناموس.